ربنا النهارده بيكافئ النادي الاهلي ببطوله النهارده، بطوله رقم 37 لكاس مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول بقول الحمد لله وشكر لله، لا زكاه لله طبعا عشان خاطر اللي انا كانت اعصابي سايبه، وبقول لعيبه النادي الاهلي طلعوا رجاله النهارده واللي هم خدونا 3 بطولات في خلال شهر، والف مبروك لمجلس اداره والجهاز الفني والجهاز المعاون والجهاز الطبي واي حد عايش في النادي، بقول له انا بهدي له البطوله ديت وبقول له الف مبروك. مليون مبروك. كملي معاك كابتن ايمن. دكتور عمرو يمكن المكوك وفي التمرين ما